رانا ولينا لكم في برنامج كابوتشينو بعد طولنا الغيبة شوية. نستقبلوا أول ضيف، محمد قاسي السعيد. وضيفنا الثاني حسين مترف. كويسي ما يطيبش مليح. أنا إطار في وزارة الشباب والرياضة. عندي دي ديبلوم. عندي الفريق اللي كنت حاب تلعب فيه. أونيتي سي مولودية. مع لي ديريجون جدد هادو ما صعيب بزاف باش تخدم معاهم. خاصي سعيد ما فهمناش في التحليل. هذا مجرد رأي. أغنية كانت سبب في عدم العودة إلى فريق اتحاد العاصمة. حبينا نعرفوا الحقيقة وما عرفناهاش. طبيعتي أنا ما نشدش الحقد، فهمتني؟ لما لحقوا للنهائي هو حد ذاته إنجاز. لأن عارفين البطولة تاعنا ضعيفة. واش صرا إكزاكتومون قاسي سعيد؟ اللي كانوا محاكمين زمام الأمور غلقوا، قال لك هذه القضية ما نحبوش نسمعوا بها كاع. نعاود نقولوا للصالير. قبيله ليش بدناه باللي افضل راتب في الكره الوطنيه ديت 600 سليماني دي قدام قريب لا روتريت. جا عندي قال لي مترف هانود مالك، قال لي هذا باوليطا. حسين مترف متكبر وي ونو نو نو ظل مدرب مره على المنتخب الوطني كمل بالماضي. عجبتك هذه؟ قالوا محمد قاسي سعيد باللي كان عندك مشكل مع عمر غريب، بصح علاش هذه الحسره اللي راهي في عينيك قاسي سعيد وانت تشوف صورتها؟ علاش تمنيت لها مستقبل افضل؟ وي بالطبع، لما لحقت السن تاع 6 في عمرها 6 سنين كنشوف دراري يروحوا للمسيد، تقول انا لا ما نروحش للمسيد. هذه كانت تجاهلي بزاف.